تعرض الرياضة نشاطها على أرضية ملعب شمسان، وتنطلق معها الروح الحماسية التي جسدها منتخبي عدن وحضرموت. احتضان عدن لهذه المنتخبات إنما دليلا ساطع على أن بالفعل النشاط الرياضي بدأ يعود تدريجيا إلى عدن وإلى بقية المحافظات. البطولة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة واتحاد نادي عدن على مستوى المحافظات المحررة تأتي لتطبيع النشاط الرياضي ما بعد الحرب. هذه البطولة بطولة منتخبات المحافظات المحررة تأتي في إطار برنامج وزارة الشباب والرياضة، برنامج عدن الرياضي 2، والذي تشارك فيه 18 بطولة رياضية و 18 اتحاد رياضي، تنظم بطولات المحافظات في المحافظات المحررة جميعا. موعد الرياضي اكتسى بروح المحبة والتنافس على جمع النقاط. كان منتخب عدن صاحب الأرضية هو المتصدر، حيث سجل هدفين متتاليين مستغلا ضعف دفاع خصمه، إلا أن الفريق الآخر لم ييأس حيث قلص النتيجة بهدف لتنتهي المباراة بتقدم منتخب عدن بهدفين لهدف. كل من هل علينا من المحافظات الأخرى، أهلا وسهلا بكم في عدن، ونتمنى أن تحلوا علينا ضيوفا وتسعدوا بطيب الإقامة في عدن، وأن تكون هذه البطولة حبية أكثر منها تنافسية. تجمع شباب عدن، شباب حضرموت هم أخوان وزملاء، فهذا هو الهدف قبل أن تكون من الفائز من الخاسر. هذه البطولة التي سميت باسم الشهيد جعفر جمعت كل من منتخب أبين الضالع لحج عدن وحضرموت ليسود بينهما التنافس، وتكون محطة بداية لانطلاق سلسلة من البطولات الرياضية. الجماهير المحتشدة هنا في ملعب شمسان انتظرت طويلا عودة هذه البطولات، فمثل هذه التظاهرات تعد من علامات انتعاش الرياضة في عدن والمحافظات المحررة. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.